إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لم أكن سأتحدث في هذا الموضوع الذي سأحدثكم فيه، ولكن رسالة جوال وصلتني هي التي جعلتني أنتبه وأنبهكم إلى الأمر الذي غفلنا عنه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر الحديث فيه وعنه، كانت قلوبهم حية، ومع هذا كانوا يكثرون الحديث في هذا الأمر العظيم. وقلوبنا لاهية ساهية غافلة، فهي والله أحوج لتكرار الحديث عن هذا الأمر مرات ومرات. تقول الرسالة من أحد الثقات: لقد تم تغسيل وتكفين 737 جنازة في 4 مغاسل للموتى في الرياض خلال الشهر الذي مضى فقط. لقد تم تغسيل وتكفين 737 جنازة في 4 مغاسل للموتى في الرياض خلال الشهر الذي مضى فقط. فكم هو العدد في مغاسل البلاد من مشرقها ومغربها، بل كم هو العدد الذي يموت في كل يوم هنا وهناك. السنة ماضية، أناس تحيا وأناس تموت، وأكثر الناس عن الموت غافلون. من أجل هذا جعلت الحديث عن الموت وعظاته، جعلت الحديث عن الخطب الأفظع والأمر الأشنع، إنه هادم اللذات وقاطع الراحات وجالب الكريهات، إنه فراق الأحباب وانقطاع الأسباب ومواجهة الحساب. نصحنا نبينا ووعظنا وأبلغ فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، ذكر الموت حياة ونسيانه غفلة، ومن استحى من الله حق الحياة لم يغفل عن الموت ولا عن الاستعداد للموت. قال صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فرصة إلا ذكر أصحابه بالموت وما بعده. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر جماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع صلى الله عليه وسلم وقام من بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال: فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وهكذا سار السلف
من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يذكرون الموت ويذكرون الناس به. فهذا أويس رحمه الله يخاطب أهل الكوفة قائلا: يا أهل الكوفة، توسدوا الموت إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم. عباد الله، إن في ذكر الموت أعظم الأثر في إيقاظ النفوس وانتشالها من غفلتها، فكان الموت أعظم المواعظ. قيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلة الأموات. وقال آخر: من لم يردعه القرآن والموت، من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. إن زيارة القبور وشهود الجنائز ورؤية المحتضرين وتأمل سكرات الموت وصورة الميت بعد مماته يقطع على النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها. من استعد للموت جد في العمل وقصر الأمل. يقول اللبيدي: رأيت أبا إسحاق في حياته يخرج ورقة يقرأها دائما، فلما مات نظرت في الورقة فإذا مكتوب فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك، أحسن عملك فقد دنا أجلك. أحبتي، إن الذي يعيش مترقبا للنهاية يعيش مستعدا لها، فيقل عند الموت ندمه وحسراته. لذا قال الشقيق البلخي رحمه الله: استعد إذا جاءك الموت ألا تصيح بأعلى الصوت تطلب الرجعة فلا يستجاب لك. أردت من هذه الموعظة إيقاظ القلوب، إيقاظ القلوب من ثباتها، وزجر النفوس عن التمادي في غيها وشهواتها. أردت من هذه الموعظة أن يزيد الصالح في صلاحه، وأن يستيقظ الغافل قبل حسرته وقبل مماته. لقد رأيت الحياة تمضي مسرعة ومعظم أهلها في غفلة، ناس يأتون وآخرون يرحلون، أرحام تدفع وأرض تبلع، والناس غافلون ولا يستيقظون إلا عند معاينة الموت وسكراته. أحبتي، إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة، إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة محدودة، وستأتي النهاية حتما. فيموت الصالحون والطالحون، ويموت المتقون والمذنبون، ويموت الأبطال المجاهدون والجبناء القاعدون، ويموت الشرفاء الذين يعيشون للآخرة، ويموت الحريصون الذين يعيشون لحطام ومتاع الحياة، يموت أصحاب الهمم العالية، ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهوات الفروج والبطون. قال الله جل في علاه: كل من عليها فان. وقال: كل نفس ذائقة الموت، ستموت. نعم ستموت، إنها الحقيقة التي نهرب منها دائما، إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، إنها الحقيقة التي شرب من كأسها العصاة والطائعون، وشرب من كأسها الأنبياء والمرسلون. قال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في إذن كل سامع وفي عقل كل عاقل وفي قلب كل حي أن الكل سيموت، أن الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. قال جل في شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه. إنها الحقيقة التي لا مفر منها ولا مهرب، طال الزمان أو قصر. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، إنه ملاقيكم في أي مكان تكونون، ستموتون. أيها القوي، أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، أيها الأمير والكبير، أيها الفقير والصغير، كل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى. اعلم رعاك الله أنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن حياتك إنما تبدأ بعد مماتك. يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اعلم بارك الله فيك
ألا سبيل للخلود في هذه الحياة. اعلم بارك الله فيك ألا سبيل للخلود في هذه الحياة، فالكل سيموت. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود عليه السلام، الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظم الزلفى. فلما استكمل أجله ومدته جاءته نبال الموت فأخذته، فأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة. قال الله: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. عباد الله، إنما أعظكم بواحدة: أعظكم بالموت وسكراته، أعظكم بالقبر وظلماته، أعظكم بالموت، وكفى بالموت واعظا، إنه أعظم المصائب وأشد النوائب. سماه الله لعظيم أمره مصيبة، فقال سبحانه: إذا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إنه المصيبة العظمى والرزية الكبرى، ولا نجاة منه إلا أن يكون العبد في دنياه لله طائعا وبشرعه عاملا. إنها الساعة التي تنكشف فيها الحقائق وتتقطع فيها العلائق، ويتمنى الإنسان وليس له ما تمنى. حينها يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إنها الساعة التي يعرف فيها المصير، إما إلى نعيم دائم أو إلى عذاب مقيم. يقول أحدهم: شهدت ساعة احتضار أحد رفقائي العصاة، شهدت ساعة احتضار واحدا من رفقائي العصاة المدبرين عن الدين المضيعين لأوامر رب العالمين. فسألته في ساعة احتضاره: كيف أنت؟ قال: سأدخل النار أنا وفلان وفلان، وأنت إن لم ترجع إلى الله، وأنت أيضا ستدخل النار إن لم ترجع إلى الله. إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها، وهو أول خطوة إلى الآخرة. فمن مات قامت قيامته. قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فدارنا أمامنا وحياتنا الحقيقية هي بعد موتنا. أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة والعتاة الأول؟ أخذ أموالهم سواهم والدنيا دول، ركنوا إلى الدنيا الدنية وتبوأوا الرتب السنية، حتى إذا فرحوا بها صرعتهم أيدي المنية. إنما أعظكم بواحدة: كم ظالم تعدى وجار وما راعى الأهل ولا الجار، أين من عقد عقد الإصرار حل به الموت فحل من حلية الإزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خرج المغرور من الدنيا ما صحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن. آه لو رأيته قد حلت به المحن وتغير ذلك الوجه الحسن. أفق من سكرتك أيها الغافل، وتحقق أنك عن قريب الراحل. يا سالكا طريق الغافلين، ويا راضيا بطريق الجاهلين، متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. إني سألت الترب بعد ما فعلت، بعدي وجوه فيك متعبرة، فأجابني: صيرت ريحهم تؤذيك بعد روايح عطرة، وأكلت أجسادا منعمة كان النعيم يهزها نظرة. لم يبقى غير جماجم تعرت، بيض تلوح وأعظم نخرة. أين الحبيب الذي كان وانتقل؟ أين كثير المال وطويل الأمل؟ أما خلا كل في لحده مع العمل؟ أين من تنعم في قصره؟ أليس في قبره نزل؟ آه لو تعلم كيف غدا وصار، لقد سال في اللحد صديده، وبلى في القبر جديده،
وهجره حبيبه ووديده، وتفرق عنه حشمه وعبيده. أين تلك المجالس العالية؟ وأين تلك العيشة الصافية الراضية؟ خلا والله بما صنع، وما أنقذه الندم وما نفع. إنما أعظكم بواحدة، انتبهوا من رقادكم قبل الردى. أيحسب الإنسان، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما هي جنة أو نار، إنما هي جنة أو نار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقبر. أين الهمم المجدة؟ أين النفوس المستعدة؟ أين المتأهبين قبل الشدة؟ أين المتيقظ قبل انقضاء المدة؟ إنما أعظكم بواحدة، إن العاقل من راقب العواقب، والجاهل من مضى قدما ولم يراقب. كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلام أسبل ستره وأنت في معاصي وعجائب. وكم أسبغ الله عليك النعم وأنت على معاصيه تواظب. وكم صحيفة قد ملأتها بالذنوب والملك كاتب. وكم أنذرك الموت يأخذ أقرانك من حولك وأنت ساهٍ ولاعب. كم أنذرك الموت يأخذ أقرانك وأنت ساهٍ ولاعب. أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك، تذكر هجران الأقارب، وتذكر إنما أعظكم بواحدة. آهٍ لألسنة نطقت بالآثام، كيف غفلت عن قول رب الأنام؟ اليوم نختم على أفواههم. آهٍ لأيدٍ امتدت إلى الحرام، كيف نسيت قول الملك العلام وتكلمنا أيديهم؟ آهٍ لأقدامٍ سعت في الإجرام، كيف لم تتدبر وتشهد أرجلهم؟ آهٍ لأجسادٍ تربت على الربا، كيف لم تفهم ما نبت على السحت فالنار أولى به؟ رأى أحدهم قريبا له ميتا في المنام فقال له كيف أنت؟ قال ندمنا على أمر عظيم. رأى أحدهم قريبا له ميتا في المنام فقال له كيف أنت؟ قال ندمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون، وأنتم تعلمون ولا تعلمون. والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. أين أثر المواعظ؟ أين أثر المواعظ والآيات في قلوبنا؟ أين أثر كلام الرحمن في حياتنا؟ اسمع رعاك الله وتدبر الكلام. قال الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى وقال إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلف. يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تأسفت. يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللهو قد عكف. يا ابن الخمسين أنت زرع قد دنا حصاده، أنت زرع قد دنا حصاده، لقد تنصفت المئة وما أنصفت. يا ابن الستين هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرفت. يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا أخرت. يا ابن الثمانين لا عذر لك فقد أعذرت. والله وأقسم بالله من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمل هو على الأكتاف، ومن دخل المقبرة زائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها، ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود، ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود. كان عمر رضي الله عنه يردد دائما ويقول كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان، وسيأتي يوم سيقولون مات عمر ومات عمر.
لكن كيف مات؟ مات عمر، ولكن كيف مات؟ تفكروا أحبتي وتيقنوا، تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه. قال عمر ابن عبد العزيز لبعض العلماء: عظني، فقال: لست أول خليفة تموت. قال: زدني، قال: ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت، وسيأتي دورك يا عمر، وسيأتي دورك يا عمر. فبكى لعمر وخر مغشيا عليه. وكان أبو الدرداء يقول: إذا ذكر الموتى فعد نفسك واحدا منهم. بنى ابن المطيع دارا فلما سكنها بكى ثم قال: والله لولا الموت، والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما تصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. في الصحيح: ما منكم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ما منكم من أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إما مقعده في الجنة أو مقعده في النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله. وصدق من قال: لا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور. تفكروا وتيقنوا أن الأعمال بالخواتيم، فالخوف من سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدتهم في كل حين. أسألك بالله، أما أغض مضجعك هذا الخبر من سيد المرسلين والذي يقول فيه: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم، صدق الذي قال: لا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن المعصية بعد التقى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. الموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه، لذا كان لا بد من الاستعداد. قال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. آه، لو تعلم بأحوال أهل القبور، كم من الموتى في قبورهم يتحسرون، وكم منهم من يسأل الرجعة فلا يقدرون. أما قال الله: حيل بينهم وبين ما يشتهون. ما قيمة الحياة، ما قيمة الحياة إذا لم تكن في طاعة الله والاستعداد للقائه. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. قال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات. قال الله: فلا تعجل عليهم، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. إن النفس قد يخرج ولا يعود، وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا، قال: نعد أنفاسهم في الدنيا، قال: نعد أنفاسهم في الدنيا. وتدبر في قوله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة، فقدم الموت على الحياة تنبيها على أن الحياة الحقيقية هي الحياة بعد الموت. عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك، وأكثر له من الدنيا. والناس في الدنيا عباد الله ثلاثة، والناس في الدنيا عباد الله ثلاثة: إما منهمك في الدنيا، مكب على غرورها، محب لشهواتها، وإما تائب مبتدئ أو عارف منتهي. فأما المنهمك فلا يذكر الموت ويغفل عنه، وإذا ذكر عنده كره ذكره، لأنه سيقطع لذته ويقطع شهوته. مسكين سيموت لا محالة، شاء
أم أبى. وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت ويحذر منه خوف أن يتخطفه قبل تمام التوبة والتزود من الزاد، فلا بأس على هذا، فهو في طريقه للاستعداد. وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء حبيبه، والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب. قال حذيفة: لما حضرته الوفاة حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. نعم عباد الله، فالموت هائل وخطره عظيم، والناس في غفلة عنه لقلة تفكرهم وذكرهم له. والموت فاذكره وما وراءه، فما لأحد عنه براءة، وإنه للفيصل الذي به يعرف ما للعبد عند ربه. نعم ربما نذكر الموت لكن بقلوب غافلة، ولكن بقلوب غافلة. فليتك تقف على القبر، وتذكر أقرانك الذين مضوا قبلك. تأمل أحوالهم تحت التراب، كيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وكيف ترملت نساؤهم، وتيتمت أولادهم من بعدهم، وقسمت أموالهم، وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم، وانقطعت آثارهم. وأنت على هذا الطريق تسير، والله لن تخرج الأرواح، من الدنيا حتى تسمع إحدى البشريين: إما أبشر يا عدو الله بالنار، أو أبشر يا ولي الله بالجنة. فإن أردت حسن الختام فالزم الاستقامة، واعلم أنها أعظم الكرامة. أما قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وإياك والتسويف وطول الأمل، فوالله أكثر بكاء أهل النار من سوف ولعل وعسى. اعلم بارك الله فيك أن كل شيء تفعله باختيارك إلا الموت، فلا خيار لك، ستموت شئت أم أبيت. قال الحسن: فاتق الله يا ابن آدم، لا تجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت والندامة. والذي نفسي بيده، إن غاية أمنية الموت في قبورهم حياة ساعة، يستدركون فيها ما فاتهم بتوبة وعمل صالح. فماذا أعددت لذلك اليوم؟ الذي ستوسد فيه التراب وستفارق فيه الأهل والأصحاب؟ عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دعا بخلق جبة له من صوف، فقال: كفنوني فيها، فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر، وإنما كنت أخبئها لهذا اليوم. لله درك يا سعد، وما أحلى كلامك. يقول ابنه مصعب: كان رأس أبي في حجري وهو يقضي، يعني يحتضر، فرفع رأسه إلي فقال: أي بني ما يبكيك؟ قلت: لمكانك وما أرى قد حل بك. قال: لا تبكي، فإن الله لا يعذبني أبدا. وإني من أهل الجنة. قال الذهبي: صدق والله، أليس هو من العشرة المبشرين؟ أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال ابن كثير: يقول الله عز وجل: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عين اليقين الذي كنت تمتري فيه، ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت منه تفر، قد جاءك، فلا محيد ولا مناص، ولا فكاك ولا خلاص. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، يطلب أهلك الأطباء علهم ينقذونك أو يساعدونك.
إن الطبيب له علم يدل به ما كان للمرء في الأيام تأخيره، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فيا لها من ساعة لا تشبهها ساعة يتألم فيها أهل التقى، فكيف بأهل الإضاعة؟ يتألم فيها أهل التقى فكيف بأهل الإضاعة؟ فتخيل نفسك عبد الله في نزع الموت وكربه وقصصه وسكراته وغمه وآهاته، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، وبدأت الروح تخرج من أعضائك عضوا عضوا، فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبست الشفتان وشخصت العينان ثم بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. أما يوم الجنائز فيوم راحة للطيبين ويوم راحة من العصاة والكافرين. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فكم آذاهم بمعاصي، فكيف سيكون حالك إذا على اللوح وضعوك وأخذوا بتقسيلك وتقليبك وأنت لا تملك من الأمر شيئا؟ ثم كيف أنت إذا حملت على الرقاب؟ بماذا ستبشر وبماذا ستنادى؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. اسمع ما لأرواح المؤمنين المطيعين من البشارات عند الموت، أولها وأعظمها سلام الله عليه يبلغه إياه ملك الموت، ثم يبشره ملك الموت بروح وريحان فيعلم مكانه من الجنة قبل موته. ثم تتتابع البشارات فيرى ملائكة الرحمة بوجوههم الطيبة، وتخرج روحه بسهولة، ويشهد خروج الروح ملأ من الملائكة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم تفوح منه أطيب الروائح وتناديه الملائكة بأحب الأسماء، ثم يشيعه ملائكة السماء إلى السماء حتى تصل الروح إلى السماء السابعة، ثم تبكي عليه بقاع الأرض التي سار ومشى عليها، وتبكي عليه أبواب السماء التي كان يعرج منها عمله الصالح. ثم أعظم الكرامات يوم أن تصل روحه إلى السماء السابعة ينادي الرحمن: أن صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما أرواح العصاة والكافرين فحسرات وندامات حيل بينهم وبين ما يشتهون، فتتتابع الحسرات والمخازي والندامات، أولها طلب الرجوع فلا يستجاب لهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. ثم إذا عاين ملك الموت وملائكة العذاب يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، ثم يبدأ القرع والتوبيخ، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم يقال له: يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق
وآخر من شكله أزواج تنزع روحه حتى تتقطع العروق والأعصاب، ثم تلعنه الملائكة وتغلق دونه أبواب السماء وينادى بأقبح الأسماء وتخرج منه أنتن الروائح، ثم ينادى أن كذب فاكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ويا له من سجن وحبس ضيق مع حسب الشيطان، فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ يرى مقعده من النار ويضيق عليه في قبره ويصيح بأعلى صوته: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، إني أبدأك من حديثي والحديث له شجون، فأردت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. قال عبد الله بن العيزار: لا بد لابن آدم من بيتين، بيت على ظهر الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد إلى الذي على الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب، وضع فيه ما يصلحه لصيفه وشتائه، ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربه ودمره، فأتى عليه آتي فقال: أرأيت هذا البيت؟ أرأيت هذا البيت الذي أراك قد أصلحته؟ كم تقيم فيه؟ كم ستقيم فيه؟ قال: لا أدري. قال: فهذا الذي خربته كم تقيم فيه؟ قال: هنا مقامي. فقال: تقر بهذا؟ تقر بهذا وتدعي أنك عاقل؟ والله لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية خوفا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قليل للمقابر تحمل، وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جثة تحت الثرى تتجندل، فريدا وحيدا في التراب، وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. دع اللهو نفسي واذكري حفظة البلا، وكيف بنا دود المقابر يفعل. إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي، إذا صرت في قبري وحيدا أململ. قال مالك بن دينار: كنا مع الحسن في جنازة فسمع رجلا يقول للرجل: من هذا الميت؟ قال الحسن: هذا أنا وأنت. قال الحسن: هذا أنا وأنت، رحمك الله. فأي موعظة أعظم من هذه؟ لو كان بالقلوب حياة، ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أفق من سكرتك قبل حسرتك، وتذكر نزور حفرتك وهجران الأقارب، وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا تائب. وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب، فالسائق حثيث والحادي مجد والموت طالب. اسألوا المقابر عن سكانها، اسألوا المقابر عن سكانها، واسألوا اللحود عن أهلها. هل بعد الشباب إلا الهرم؟ وهل بعد الصحة إلا السقم؟ أنتم اليوم في الدور، وغدا ستكونون من سكان القبور. أنتم اليوم في الدور، وغدا ستكونون من سكان القبور. فيا أيها المغتر بصحته، أما رأيت ميتا من غير سقم؟ وأيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير علة؟ والله ستبيت في القبر وحدك، وسيباشر التراب خدك، وستنعش الديدان لحمك وعظمك، وستبقى رهين عملك. فاعتبر بمن مات قبلك، وربي ستندم، وربي ستندم على تفريطك في صلواتك.
وربي ستندم على تفريطك في صلواتك، وستندم على ضياع أوقاتك، ولن ينفعك الندم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. تزود من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مهما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم إذا رحلت بغير زاد، وستشقى عندما يناديك المناد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قال الحارث بن إدريس: قلت لداود الطائي أوصني، قال: عسكر الموت ينتظرونك. قلت أوصني، قال: عسكر الموت ينتظرونك. ما أبلغ مواعظهم وما أوجزها. كان زيد النميري يقول: لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته لكنت حريا بطول الحزن، لو كان لي من الموت أجل أعرفه لكنت حريا بطول الحزن والكمد حتى يأتيني وقته، فكيف وأنا لا أعلم متى أموت؟ فكيف وأنا لا أعلم متى أموت؟ في الصباح أم في المساء؟ آخر الكلام إن كان لك قلب، آخر الكلام إن كان لك قلب. قال عبد الرحمن بن يزيد: وكان له حظ من دين وعقل، قال لبعض أصحابه الغافلين: يا أبا فلان، الحالة التي أنت عليها ترضاها للموت؟ الحالة التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: لا. قال عبد الرحمن بن يزيد: وكان له حظ من دين وعقل، قال لبعض أصحابه: يا أبا فلان، الحال التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: لا. قال: فهل نويت التحويل إلى حال ترضاها للموت؟ قال: لا، ما طاقت نفسي إلى ذلك بعد. قال: فهل بعد الموت دار فيها معتمل؟ قال: لا. قال: فهل تأمن أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال؟ قال: لا. قال: والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال، والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال. أليس هذا هو حالنا؟ أليس هذا هو حالنا وحال أكثرنا؟ نوم عن الصلوات، وتجرؤ على المعاصي والمنكرات. سؤال أخير أسألك إياه: هل أنت راض عن حالك؟ وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم؟ هل أنت مستعد؟ يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. خذ الوصية من سيد المرسلين قبل فوات الأوان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فأنت في زمن الإمكان، فأنت في زمن الإمكان، أصلح ما بقي يغفر لك ما مضي وما بقي، وإلا ستؤخذ بما مضي وبما بقي. متى نعرف قيمة الحياة؟ متى نعرف قيمة الحياة؟ إذا عينا الموت، إذا عينا الموت عرفنا قيمة الحياة. ننادي حينها فلا يستجاب لنا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله،
واعتبروا بمن مضى من القرون وانقضى، واخشوا مفاجأة القضاء. اللهم أعنا على الموت وسكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وكرباته. اللهم امنن علينا بتوبة نصوح قبل الموت، وبشهادة عند الموت، وبرحمة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتيمة، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم ويسر أمورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت التراب وحدنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. يا حي يا قيوم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، قوي عزائمهم، اربط على قلوبهم، افرغ عليهم صبرا، ثبت الأقدام، فك أسرانا وأسراهم يا رب الأنام. اللهم انتقم لقرآننا، اللهم انتقم لقرآننا، اللهم انتقم لقرآننا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بهم وبأعوانهم، إنهم لا يعجزونك ولا يخفون عليك، يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز. ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.